حياته بجد، هو المعاقب يعاقب بعدين. ده بجد والله، يعني هو ده اعلام ولا دي ناس واخداها ان هي خناقه في شادر وبنشمت في بعض وبنعمل وبنسوي؟ وهي دي واحده من اكبر مشاكل جمهور نادي الزمالك، ان هو شايف ان كراهيه الاعلاميين دول او كراهيه اعلاميين كتير لمرتضى منصور بتتصب الحرب ناحيه نادي الزمالك. يا جماعه الفكره مش فكره حرب مع نادي الزمالك، الفكره كلها حرب بيرسونال مع مرتضى منصور، زي حرب تركي الشيخ محمود الخطيب بالظبط. هي الفكره كلها كده حروب شخصيه الناس دي بتاخدها على انه يا جماعه والله الناس دي بتحارب الكيان. يعني الناس زي دول ما يحاربوش كيان، دول اخرهم يعملوا الكلام ده عشان خاطر يجيبوا لهم لايكات او يجيبوا لهم متابعات. بس انا مش فاهم لحد دلوقتي هي الناس دي بتفكر ازاي. يعني انا لو منهم كنت اقول يا لهوي ده مصيبه سوداء، ده انا الماتيريال بتاعي بس عايش على ان انا بقعد اشتغل في مرتضى. دلوقتي مرتضى اختفى، انا اشتغل بايه؟ انا من ابو معاطي او من عبد الناصر زيدان انا اقلع على مكانتي؟ انا والله جايبين 500,000 وجايبين 400,000 على القنوات بتاعتهم بسبب مرتضى منصور، مش بسبب انفراداتهم الحصريه ولا بسبب الكلام الكتير قوي اللي هم بيقولوه. هم مشكلتهم مع مرتضى ان مرتضى قفل لهم ال تي سي، غير كده هم ما بيتكلموش على ان هم بيدافعوا على حمايه الكره المصريه من الفساد ولا بيدافعوا على اي حاجه. هم كده كده برضو لا دورت عليهم هتلاقيهم ان هم فاسدين بس على غلابه شويه. انما الفكره كلها ما حد بيدافع عن الرياضه ولا حد بيدافع عن الاخلاق ولا حد بيدافع عن اي حاجه. الاخلاق طول ما هي في صالح الدنيا بالنسبه لي زي الفل. الاخلاق لو عليا لا، ده كده انت ما عندكش اخلاق ولا عندك روح رياضيه. وهي دي مشكلتنا الكبيره قوي في مصر، بناخد كل الحق ونحطه في حته تانية خالص علشان خاطر الحق ده تلاقيه اختفى في النص، ما تبقاش عارف مرتضى اللي عنده حق في اللي هو بيقوله على الاعلاميين ولا الاعلاميين الامثال دول هما فعلا عندهم حق. يعني انا بالنسبه لي بشوف ان عبد الناصر زيدان فشل حتى ان هو يكون واحد عامل برنامج على قناه الدرجه على دوري الدرجه الثانيه، ففجاه مره واحده بقى مشهور بقى عنده 300,000 بسبب كلام كتير قوي على المشهد مرتضى منصور. فبالنسبه لك لما مرتضى يختفي انت هتطلع تقول ايه بقى؟ دور على اي حاجه تتكلم فيها هتلاقي ان الناس عماله تنزل منك، تنزل الريتش عمال ينزل 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 ينزل. الدموع اللي انت بتعملها النهارده دي ممكن تكون هي الحاجه الوحيده اللي هتعمل لك مشاهدات عاليه. بعد كده اقلق لان انت ما عندكش اي ماتيريال، لا عندك تحليل مباريات ولا عندك اخبار ولا عندك اي حاجه. كل البث المباشر بتاعكم كان بيبقى معمول ان انا طول الوقت بشتم في مرتضى منصور وطول الوقت يا رب خد حقي على اساس ان هم ان شاء الله مظلومين قوي الحياه بالنسبه لهم، كانوا بيبقى مرتضى دايس عليهم. فعادي كل انت بتشوف مصر ده حاجات مش جديده، هي حاجات جديده عليك لو انت جاي من دوريات اوروبا او جاي من دوريات محترمه. فبتشوف حاجات كتير قوي في مصر عمرك ما شفتها، بتشوف رئيس نادي عمال يشتم في طوب الارض، بتشوف واحد كان مسار للجدل زي مشان مرتضى منصور كان عمال يشتم في الناس كلها. بص هي حاله مش غريبه قوي، هي حاله مشان مرتضى بيفكرنا بدونالد ترامب بالظبط، ونفس التحليلات اللي طالعه على خساره دونالد ترامب لرئاسه الانتخابات الامريكيه بيقول لك ان الامريكان كانوا فرحانين بيه عشان خاطر كان مختلف وكان بيقول الكلام اللي ما ينفعش ان اي حد يقوله. وده بالنسبه لمرتضى منصور ده نفس الحاله، الناس كانت بتحب مرتضى عشان خاطر كان بيقول حاجات في الاعلام اللي ما ينفعش الناس تقولها، كان بيطلع يشتم وكان بيطلع يعمل ويسوي، دي حاجات كانت جديده على المصريين. انما لما بداوا ان هم يملوا من الحاجات دي وبدا الموضوع اربع سنين معاهم نفس الكلام ونفس الافيهات ونفس كل حاجه بداوا يملوا. انما احنا عندنا مشار بس ما شاء الله 15 سنه ولسه ما مليناش منه. فالحمد لله ان احنا جينا ملينا، والحمد لله ان اخيرا تم قرار رفع اليد عن مرتضى منصور. مرتضى منصور كان بيتحمى في الحصانه، لما الحصانه سقطت هنرجع بقى نتحاسب على القواضي اللي كانت موجوده من اربع خمس ست سبع سنين. ولو قعدت تدور في الكلام ده هتلاقي ان حوالي 200-300 قضيه كانوا مرفعين على مشان مرتضى منصور وكان بيتحامى في الحصانه. دلوقتي بعد سقوط الحصانه اتوقع ان مشان مرتضى منصور هيتعمل معاه الجلاشه واكبر من الجلاشه كمان يعني. فنتمنى له التوفيق، ونتمنى كمان ان الامور ترجع طبيعيه تاني في الرياضه المصريه، ونتمنى كمان امثال الناس اللي عماله تعيط دي ما تكونش موجوده معانا في المرحله الجديده في الدوري المصري وكمان في الكلام عن الكوره في مصر. احنا خلاص زينا من مرتضى وزينا من اعوان، ومش عايزين بعد ما مرتضى يمشي يسيب لنا الميراث بتاعه امثال الناس دي، علشان الناس دي لا بتمس الاعلام بصله ولا بتمس تحليل المباريات بصله ولا بتمس اي حاجه بصله. هي كانت عايشه عشان خاطر تعمل اكتات وكلام كتير قوي عن مرتضى. اتمنى ان هم يختفوا معاه، واتمنى كمان ان احنا نتفرج على رياضه نظيفه موجوده في مصر. لا ان هي مستوى لا جوه بس على الاقل نريح دماغنا من كل الوش اللي كان موجود بره الملعب. الوضع في مصر وصل لمرحله ماساويه جدا، نتمنى ان مع خروج مرتضى منصور من الصوره في الرياضه المصريه الحال يتعدل شويه، واتمنى كمان نادي الزمالك يكون عنده شويه استقرار اكبر بكتير قوي من رمزي كان موجود في النادي لفتره واختفى. اتمنى ان الزمالك يواجه مرحله استقرار ما يخش في مرحله مشاكل كتير قوي عشان خاطر جمهور نادي الزمالك ما يحسش ان كل اللي حصل ده حصل بسبب حد واستقرار النادي. عارف ان الكلام صعب في مرور مشان مرتضى بالنسبه لنادي الزمالك، هو الراجل كان بيشتم ناس كتيره بس الراجل برده كان جايب حقوق نادي الزمالك، كان بيجيب لعيبه ممتازه نادي الزمالك. دي حاجه اتمنى ان الزمالك ما يعانيش منها مع غياب المنشار. انا عارف ان كلامي في موضوع مرتضى منصور لازم عشان تتكلم فيه بصراحه ممكن تخبط، فبدل ما نخبط ونتحبس والقناه تتقفل، لا احنا نقفل الفيديو من دلوقتي يا عم الحاج. قال يعني بيقول لك ان هم اتفاجئوا من خساره مرتضى، قال يعني لما شافوه ان هو نزل مستقل قدام مستقبل وطن كانوا متوقعين ان هو يكسب. يا عمي